بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. سعداء باننا نلتقي في اسرتي ايقونه في الكنيسه وفي سلسله تساؤلات عن المفهوم المسيحي للجنس. ونحاول النهارده نجاوب على تساؤل مهم جدا، وهو هل التجاذب الجنسي بين الذكر والانثى هو غريزة حيوانية جسدية حيوانية فقط ولا ايه؟ الحقيقة احنا بنشوف التجاذب الجنسي والعلاقة الجنسية بيشترك فيها الانسان مع الحيوان، لكن هناك فرق كبير جدا بين الاثنين، لان الحيوان لم يخلق على صورة الله ومثاله، اما الانسان فخلق على صورة الله ومثاله. ولهذا لابد ان نفهم ان حتى العلاقة الجسدية الجنسية بين الزوج والزوجة أو بين الذكر والأنثى، الزوج والزوجة في سر الزيجة، هي تعبر عن هدف الله من خلق الإنسان، وتعبر عن أن هذا الإنسان هذا المخلوق على صورة الله ومثاله. إزاي؟ التجاذب الجنسي بيأتي نتيجة لقاء شخص بشخص آخر، وهذا اللقاء يصنعه التقارب العقلي بين الشريكين والحب المتبادل بينهم والتقدير والاحترام لشخص الآخر. الحيوانات طبعا ليها صورة أخرى في تجاذب تلقائي نتيجة الهرمونات، وهدفه التكاثر فقط وليس فيه أي نوع من المحبة. أما التجاذب الجنسي في الإنسان في بينهم محبة وارتباط نفسي وعاطفي، أما في الحيوان ليس له أي هذه الصورة، ومجرد فترة معينة من أجل التكاثر غريزة وضعها الله في الحيوان. أما في الإنسان فهي لا تعتمد على موسم التكاثر، هي محبة زوجية بتبقى موجودة معهم طول العمر طول الوقت كل يوم ممكن، بحيث أنهم تعبير متجدد عن المحبة، ليس فقط مجرد لقاء بهدف التكاثر وبعد كده يتنافروا. لا، لابد أن يكون هذا المفهوم، أن مفهوم فيه محبة الآخر، يخرج كل طرف من ذاته لكي يسعد ويفرح الطرف الآخر. إذن في المفهوم المسيحي للجنس لابد أن يكون تعبير عن محبة للآخر ليس عن الذات. الإنسان يتميز في أنه العلاقة الجنسية هي علاقة شخصية بين فردين، شخصين فردين، لكنهم بيكونوا علاقة اتحادية، كل منهم يدرك تماما ان الاخر له صفات الاخر. الانسان هو شخص له كيان خاص، مش مجرد وسيلة للاستمتاع، لكنه شخص له مشاعر واحاسيس يشعر بها ويتبادلها مع بعض. هو شخص هو حر، له إرادة خاصة، ممكن يقبل أو يكون مستعد أنه يقدم هذا التفاعل أو التجاذب الجنسي بين الطرفين ولا لا، بين الزوج والزوجة ولا لا. يعني في أوقات ممكن يكون في إرادة ما تقبلش، ولازم نحترم هذه الإرادة ولا تكون مجرد الدافع هو اللذة الشخصية وليست احترام الآخر واحترام إرادته احترام تفكيره. أيضا فيها حرية، تقارب بحرية متكاملة من الطرفين وليس بالضغط أو بالقهر أو الاغتصاب. لا يسمى هذا جنس في معناه الإنساني أو الجنس الروحي بالمفهوم المسيحي. أيضا الطرف الآخر هو طرف متفرد متميز يونيك. بمعنى إيه؟ بمعنى أن كل طرف في الحياة الزوجية كل واحد بينجذب للآخر، هذا الآخر وليس غيره، لأنه في نظره أقيم وأهم وأجمل وأعظم وأحسن من كل الآخرين، فهو يونيك في نظره، لا شيء طرف متميز. ولهذا عندما يخرج الزوج والزوجة عن هذا المفهوم ويكون في علاقات بشخص آخر، يبقى ضاعت التفرد بتاع الزوج والزوجة، يبقى هنا وقعوا في خطية وكسروا الصورة الإلهية اللي وضعها الله في حياتنا البشرية. أيضا
الآخر ده نظير، نخلق له معينا نظيره، نظيره في الكرامة، نظيره في الاحترام، نظيره في الإنسانية، نظيره في التفاهم، نظيره في كل حاجة على قدم المساواة بين المحب والمحبوب، والطرف الآخر برضه هو محب ومحبوب في نفس الوقت. أيضا هذا الآخر لابد أن يكون مهم بحد ذاته. الطرف ده بيقدم المحبة الزوجية للطرف ده لأنه مهم عنده، يريد أن يشعر معاه بالمحبة ويشعر معاه بالسعادة ويسعده. الهدف أن كل طرف بيسعد الآخر وليس يفكر فقط في إسعاد ذاته. المحبوب كيان إنساني مهم، محبوب لذاته، عشان كده بيسعى الزوج أن يسعد زوجته والزوجة أنها تسعد زوجها في العلاقة الزوجية والمحبة الزوجية اللي هي بتكون يعني عمق المحبة بين الطرفين. أيضا هو ده شخص وليس شيء، مهم جدا، مش شيء ممتلك ولكن شيء بنتحد مع بعض، وليس فيها امتلاك أو فيها تسلط أو فيها استهلاك للآخر أو فيها تمتع شخصي بدون تمتع الآخر. كل هذه الأمور تؤكد مفهوم الآخر إن هو إنسان متفرد حر، كائن محبوب لذاته، محبوب لشخصه، محبوب لفراداته، وإنه يونيك في نظر كل واحد، في نظر الآخر. ومن هنا بيكون في المفهوم التجاذب الجنسي تجاذب إنساني له مسحة إلهية، لأنه يعبر عن محبة الله للإنسان، والله المحب تنعكس محبته في الغريزة الجنسية في الآخر في العلاقة الزوجية، لتكون مصدر فرح حقيقي وأيضا مصدر تكامل ومصدر تفاهم ومصدر راحة نفسية وروحية. آمين.